مشاهدينا، الفنان النحات والكاتب عاطف الأسعد اللي سبق واستقبلناه أكثر من مرة ببرنامجنا حتى نتعرف أكثر على أعماله اللي بتجسد تراثنا العربي العريق، مع أنه اكتشف موهبته بأمريكا. أعماله دايما في رسالة وراها وبتجسد أبرز الشخصيات العالمية اللي بتتمتع بروح إنسانية كبيرة. هالمرة التكريم لشخصية مش بس عندها روح إنسانية كبيرة، إنما كمان روح فكرية وروح عبقرية كبيرة. راح يشرح لنا أكثر عاطف الأسعد. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. مرسي لأنكم دعيتوني، شكرا. سيد عاطف، استقبلناك عدة مرات ببرنامجنا وكل مرة أدهشتنا بالفكرة اللي طرحتها من خلال المنحوتات والكتابات اللي قدمتها عبر سنين. هالمرة تحية وتكريم للعبكري الكبير، ومصر أنت على كلمة عبكري، وأكيد كلنا منوافقك الرأي. الراحل سعيد عقل، حضرتك فزت بجائزة سعيد عقل الكلمة الملكي عن كتابة أو مقالة حضرتك قدمتها. بدنا نحكي عن هالعمل وكمان عن التكريم اللي أنت قدمته بعد رحيل هالعبكري الكبير. خبرنا شوي عن معرفتك بسعيد عقل. والله كان يعني بإيجاز، كنت خلال القمة الفرنكوفونية اللي صارت بلبنان، تلفن لي الصبح، كنت فايق عن طريق الصدفة، فكنت عامل اتيود دراسة عن الفرنكوفونية، كيف الفرنكوفونية تحولت من لغة صوتية مسموعة لحالة فكرية فلسفية. فعملت هالدراسة هيدي وشرفت حول هالدراسة. فزت بجائزة سعيد عقل، نشرت لي اياها بناء على دغري تلفن لي وقال لي انا انا معك الشاعر سعيد عقل. انا استغربت انه يعني كيف تلفن لي انا. فقال لي بشيء يعني انه بحب اعطيك جائزة. انا كثير تشرفت بهالعمل هذا. كيف تلقيت خبر غيابه سيد عاطف؟ والله كنت انا عادة دائما في بكير، قليل ما بنام كثير، فكنت عم بحضر الاخبار، شفت شريط على التلفزيون اعلامي عم بقول شيء الساعة 5 الصبح او شيء هيك، قالوا وفاة الشاعر الكبير سعيد عقل. يعني طبعا كتير تأثرت وكتير حسيت انه اول شيء هذا الشخص يعني يمكن الوحيد او اللي كرمني ببلدي يمكن هو سعيد عقل. حسيت انا انه وضعي المادي ما بيسمح اني اقدر اعمل له شيء، ف دغري تبادر لدهني غريزيا كنحات انه بلكي بجيب مثلا شي شقفة طين صغيرة أو شقفة شمعة صغيرة وبروح على التابوت، بس بدهن بحط بصمتي عليها إنه بس أقدر رح سلم. الوعد مقابل هو اللي قدم لك. يعني حسيت إنه جزء من رجل. أنا زارني ببيتي مرتين وزرته ببيته مرتين كمان، وشفت الكتابات اللي كل العالم تعرف كتاباته الشعرية. شفت الكم الهائل من الكتابات الاقتصادية والنظريات الاقتصادية اللي هو تركها. فحبيت أنا أعمل هالشي يعني. خلال مقابلة عرضوها بعد رحيله، استوحيت من كلمة أو كلمتين بالأحرى قالوا وقتها بعد منا على الساعة 5 الصبح، الساعة 7 وشي بعد الأخبار صاروا يحطوا على تلفزيون لبنان مقابلة لسعيد عقل. حكى فيها، عم يحكي مثل عادة عن الشعر وكذا. الأستاذ أوريز غيب كان يعني مقابله، فهو بخلال هالمقابلة بيقول كلمة أنا في ثلاث مرة يعني مرتين وهي ثالث مرة بتصيبني إنه الكلمة بتشلني شل يعني. مرتين وبتشلني مش بطريقة إنه بوقف الحركة، بتحفزني إنه صير كل طاقاتي بس هالتوجه على الكلمة، على الطاقة هاي. فتوجهت أنا على كلمة هون، كنا بجامعة الويزي، فخلال 48 ساعة أنجزت هيدا القداس الجنيز اللي قدمته جامعة سيدة الويزي. خلال 48 بعد رحيله وحضرتك كنت موجود أكيد، وقدمت المنحوتة الخاصة اللي قدمتها تكريما لهالشخصية العريقة اللي هي هاي. حلو كتير. اللي هي فرجوها هاي. فمن هالكلمتين الزمان إبداع. الزمان إبداع. كلمة الزمان إبداع، ما أنه الزمان مثلا مليارات الدولارات أو الزمان قوة سياسية. مش هذا الإرث اللي بيتركه للشخص. إنه الزمان إبداع. دغري أنا دغري تذكرت أنه في شخص قبله اللي هو أينشتاين. توأم الزمان، توأم الزمان والمسافات والديستانس يعني. فبناء على هيك يعني ركزت أنا على فكرة أنه كيف
هالروح الإبداع المطلقة اللي كل شاعر أو مبدع أو مخترع أو كذا تجي فكرة بتلمع براسه. هاي الفكرة منا ملكه، هاي موهبة من الله، الإبداع من الله منه. نعم. يعني واحد بيشتغل عليه وبيروح على الجامعة، نعمة بالنهاية، ما بيروح على الجامعة قد ما يتخصص 30 سنة ما في مثلا مبدع تخصص مبدع، ممكن يتخصص بدومين مهندس، ولكن في تنمية لهالموهبة. من هالكلمتين اللي كتير أثروا فيك استوحيت فكرة المنحوتي اللي قدمتها بديس جنيز بسيدة الوازي. نعم. شو هي هالمنحوتي سيد عاطف؟ الفكرة أنه كيف روح الإبداع المطلقة اللي هي روح الخالق كيف ممكن ترجع تهمس بالأثير بفلك. نعم. الكون، أنه تستعيد أمر استعادة روحها لألها، روح الإبداع لألها اللي هي اتقمصت أو خلقت أو انعكست بسعيد عقله بأفكاره أو أي مبدع تاني. بناء على هيك كيف صارت كل المبدعين بالزمان عبر التاريخ أجمعوا مع بعضهم فكريا أنه يطلقوا يصيروا ريشي، يطلقوا رياشهم بالفلك ويجتمعوا مع بعض كطائر فينيق ويجسد اسم سعيد عقل. نعم. فطلعت اسم سعيد عقل مجسد بريش المبدعين عبر العالم وعبر الزمن، وهيدا الطائر الفينيق غاطت على بحر فينيقيا، على بحر لبنان اللي من ازاز فينيقي انعملت كمان، محض من التراث الفينيقي، هي كانت موجوده عندي اشياء في ازاز استعملتها بهالمناسبه، مش انه قدرت. نعم. ولكن سيد عاطف الفكره تجسدت بشكل كتير سريع، يعني بين نهار رحيله ونهار قديس الجنيس خلال 48 ساعه نفذت هالفكره، كيف قدرت؟ 48 ساعه بلا نوم بلا اكل بلا شرب، 48 ساعه بس هالفكره هي اللي مسيرتني، انه كيف سعيد عقل بده يكون يرجع ابداعه لروحه الازليه. نعم. فجسدت هالفكره بهالمنحوته هاي، وركزت على بالمقال اللي رجعت كتبته ونشرت بجريده النهار. نعم. بصفحه 12 الشهر. نعم. هيدا كمان يعني من اسبوع تماما قدمت. نعم. مقالي بنفس العنوان. نعم. الزمان ابداع. نعم. بنفس العنوان، وركزت عليها انه كيف سعيد عقل مش بس ملك الشعر. نعم. يعني معظم الشخصيات والأدباء والشعراء اللي عاصروا وصفوك ملك الكلمة، إذا بدك حضرتك وصفته كمبدع، مبدع عبقري. أنا وصفته عبقري. كعبقري. نعم. كعبقري، وركزت كيف سعيد عقل عبقري. سعيد عقل كونه من دون منازع أو بدون أي يعني نقاش بالموضوع. نعم. سعيد عقل ملك الكلمة وشاعر ما فوق العادة، ولكن سعيد عقل كمان نيمرولوج، يعني بيتعامل بارع بالأرقام، بالأرقام وبالاقتصاد. نعم. ما تنسى كان مدرس لفترة كمان، بس عقله بالأرقام والاقتصاد شيء منه طبيعي لإنسان يعشق الكلمة. يعني نقطة كمان مشتركة مع أينشتاين. مزبوط. ومع مع ليوناردو فانشي. دافنشي. نعم. ليوناردو فانشي كان فنان ومبدع وشاعر مخترع. وموسيقي، ولكن كان مخترع وطبيب. نعم. وفيزيائي وشيمي، لأنه العقل مقسوم قسمين. نعم. القسم الشمال left hypothalamus والright hypothalamus، القسم الشمال بيأمر جهة اليمين، الإيد اليمين، والقسم. نعم. اليمين بيأمر هيدي الشمال، هو المسؤول عن الترتيب والتنظيم والمسافات والقياسات. بس القسم اليمين هو القسم اليمين هو المسؤول. نعم. عن الإبداع والخلق والفن والخيال. فلا يجمع عقل الإبداع بهالشقين، يعني مش بشق واحد كان مبدع وتاني واحد كان ميديوكر أو أوكي أو ماشي الحال، بالجهتين كان الزلمة يعني في عبقريين بعقل الرجال واحد، من دون ما ننسى الروح الإنسانية الكبيرة اللي كانت عنده واللي جسدت بيك يعني كتار من كتاباته. أكتر العالم منا عارفة، بس أهم روح إنسانية بيستشفها واحد بسعيد عقل هي من اقتصاده العالم المعلم اللا تصادمي، يعني أنا بأخذ منك لأعطيك، أنا بغني حالي وبغنيك، مش بغني حالي وبفقرك. نعم. هيدي ميزة سعيد عقل كعبقري اقتصادي. نعم. العالم لازم تعرف النظريات كلها
مثل ما مايكل مثل ما ليوناردو فينشي ما قدر نفذ الهليكوبتر على زمانه لانه ما كانوا مخترعين بعض الالمنيوم، ولكن ترك لنا الاساس لتطوير هالاختراع. سعيد عقل ما كانت موجوده السيستم العولمي والانفورماتيك، ولكن اسس لنا كمان اسس النظريات اللي بالعولمي وبالانسنه مفروض نشتغل اقتصاديا للبنان يكون عنده موقعه. سيد عاطف الراحل سعيد عاقل كرمك على طريقته وحضرتك كرمته بالمقابل بعد غيابه، بدك كمل فكرة؟ بدي أقول فكرة كتير مهمة. تفضل. أهم شغلة عن سعيد عاقل أنه ترك لنا من لغته اللبنانية بغض النظر إذا منوافق عليها ولا لا، ترك لنا أحرف نحن بحاجة لألون مستقبليا. أحرف؟ أحرف جديدة غير أحرف قدموس غير الأبجدية اللي عنا إياها، غير أبجدية قدموس الأول. في قدموسنا الثاني اللي هو سعيد عاقل هلأ، نعم، في أحرف جديدة نحن بحاجة لها، لأنه بزمن العالمين الفيرتوال والعالم الحقيقي نحن بحاجة لكلمات جداد، بحاجة نستعمل ألفاظ جديدة. نعم. الأحرف السابقة ما عادت رح تكفي، فنحن بحاجة لنأكد على أحرف سعيد عقل لأنه درسها بطريقة علمية وموثقة وتداولها. فهي ضروري نحن نكمل رسالة قدموس الأول عبر قدموس الثاني سعيد عقل. نعم. فهيدي يعني نعم. إذا عنا وقت نحكي بعد أكثر، بس عنا بعد حوالي دقيقة سيد عاطف، بدي استغنم هالدقيقة تأسألك سؤال إذا ممكن. نعم. خبرتني أنه جلست مع سعيد عقل أكثر من مرة. نعم. شو اكتسبت من هالجلسات؟ سعيد عقل بفوت معه بترانس حتى هو ساكت الواحد، خاصة إذا عنده إسبري إيفيه، بس يقعد سعيد عقل تفهم من عيونه أنه الكون منه محدود والإنسان منه عبد أي فكرة أو أي نظام إن كان سياسي ولا اقتصادي. سعيد عقل هو جزء من الحرية المطلقة. سعيد عقل وجوده بلبنان حالة تحريرية بغض النظر عن بعض الـ يعني التعابير اللي هو او الخطابات اللي ادلى فيها. اي فنان مبدع لا. بيجمح معه الخيال ممكن يصيبه افكار متطرفه جدا، ولكن انسانيته هي اللي رسخته بهالارض. انسانين مش بس لبنان، انسانيته رسخته بالانسان المعولم جلوباليست بطريقه تعامله مع الهيومانيزيشن هيومانيتير بشكل منه طبيعي. يعني ما في حدا ينعته بأي جريمة إلا جريمة الحرية المطلقة. نعم. الفنان والنحات عاطف الأسعد، أنا بدي أشكر وجودك معنا، يا ريت كان معنا وقت أكثر. يمكن صرحت لي شوي أنه ماديا ما كتير عم تتقدر، ولكن بأكد لك أنه نحن معنويا كتير منقدر الأعمال اللي بتقدمها. أنا بحب أوضح لك بس شغلي واحدة، لا نعم. أنا عم بتقدر كتير ماديا ولكني أسرق باستمرار. نعم. لعدم وجود قوانين حماية الملكية نعم. الفكرية بلبنان. وحكينا عن هالموضوع بحلقة سابقة. نقلرت. شكرا لك، وناطرين أعمال جديدة بتجسد شخصيات مميزة وإنسانية. أهلا وسهلا ريتا، رجعنا لك. هاي رولا. هلو. كيف الأجواء عندك؟ ماشي الحال. معنا سيمون مندلة اليوم وميا بعد شوي رح يخبرونا شو محضرين لنا لوك جديد لسارة زغبي. يعني اهتمام أكثر من مميز لما بيكون السيد سيمو موجود معنا. نيالة ضيفتي، تعرفنا شوي عليا قبل شوي. مزبوط. بلشت ترتاح هيك نفسيا بوجودك؟ ايه جاي مبسوطة كمان. ايه يعني مبسوطة كثير ومحضرة حالة نفسيا لحياة لوك، معقول نلاقي لي مناسب. وانا دائما ببداية لقائنا بسألك اذا عندها استعداد انه تعمل تغييرات جذرية. كيف هيك؟ عندها هي كثير مبسوطة ومحمسة، يعني متوقعين هيك لوك جديد تماما بنهاية الحلقة. لازم. اوكي ريتا، راجعينك نحن لكن بعد البريك. اوكي.